يسعد لي اوقاتكم زملاء الكرام، بيسعدني اني رحب فيكم واقدم لكم هالمحاضره اللي رح احكي فيها عن موضوع كثير شائع وكثير مهم، موضوع العلاقه بالتنازلات الارتطاميه، ارتروسكوبيك سباكروميال ديكومبريشن، to do or not to do. وفعلا this is the question. رح ندخل شوي على التشريح. بتشريح السباكروميال سبيس طبعا كثير بدنا، هي بتكون من الارض الارضيه the floor اللي بيكون فيها الجريتر تيوبروسيتي للهيومرس، وهون كثير مهم ننتبه لها في حالات التقييم الشعاعي، اذا في عندي انا اوستيولايتيك ليجنز، اوستيوفايتس، اي كالسيفيكيشن او اوسيفيكيشن او سكليروزس موجود في هذا المكان، وهذا بيظهر بشكل واضح على الصوره الشعاعيه. وبيتكون السقف، هذه السباكروميال سبيس هو الاكروميون من الخلف والاعلى والكوركو اكروميون ليجمنت من الامام، ومحتوياتها عاده السباكروميال بورصة والروتيتر كاف. روتيتر كاف امبنجمنت هي من الشكايات الشائعه كثير واللي ممكن تحدث باي عمر من الاعمار، مي عند الشباب ولكنها اكثر شيوعا عند الكبار بالعمر. بيجلياني بالعام 86 قام بتصنيف الأكروميوم الناتئ الأخرمي إلى عدة أشكال حسب الشكل التشريحي له، وطبعا هذا الشكل بيظهر على البروفيل، صورة الصورة الجانبية بنسميها السوبراسبيناتوس أوتلت فيو أو بروفيل دولامي عند الفرنسيين. فتايب 1 هو الفلات دايفرجنت تايب اللي بيكون فيه الناتئ الأخرمي مستقيم. التايب 2 اللي بيكون كيرفد اللي بيكون فيه انحناء خفيفه للناتئ الاخرمي. النوع الثالث، نمط ثالث، هو الستينوتيك او اللي بيكون هوك لايك اللي بيكون فعلا فيه الناتئ الاخرمي منحرف ومضيق للمسافه سباكرومال سبيس بشكل واضح، وهذا عاده بيترافق مع ازياء وتريه بشكل كبير. التقييم الشعاعي عادة بيعتمد التقييم الشعاعي على الصورة الشعاعية الأمامية الخلفية اللي هي أكثر شيوعا والأكثر استخداما، وبتميز لنا هالصورة الانحدار السلوب أكروميال سلوب إضافة وتغيرات اللي بتظهر على الأكروميو كلافيكولر جوينت. الأكسيلري فيو هي قليل ما نطلبها مع أنه بتعطينا معلومات كتير مهمة، الصورة القبطية اللي بتظهر لي شكل الأخرمي الناتئ الأخرمي كيف شكله، هل هو كوبرا أو هو سكوير مربع، إضافة لتظهر لي الأنتيرير أكروميال بروتوبرنس اللي بتظهر نتيجة التعظم أو التكلس اللي بيصير بالرباط الأكروميو كوراكو أكروميال ليجمنت، إضافة لتظهر لي البداية التغيرات التنكسية في المفصل الأكروميو كلافيكولر جوينت. السوبراسبيناتوس أوتلت فيو هي من الصور الكثير مهمة والشائعة، ولكن للأسف استعمالها قليل جدا عنا لأنه بتعتمد على التنظير الشعاعي حتى يأخذ الوضعية المريض بشكل صحيح لتقدر يأخذ البروفيل المناسب، وتظهر لي شكل الناتئ الأخرمي بشكل واضح، السلوب والانحراف هل هو هوك أو هو كيرت، وإضافة لسماكة الناتئ الأخرمي. MRI طبعا مهمني بالدراسة الشعاعية من أجل تقييم الأنسجة الرخوة والروتيتر كاف. هلا كيف بدنا نحدد شكل أو النمط الأكروميوم؟ عندنا بارك إيال بال 2001 ابتدعوا طريقة حلوة بالسوبراسبيناتوس أوتلت فيو، فينا نحدد نقطة الأمامية من الزاوية الأمامية الحافة السفلية طبعا للناتئ الأخرمي، ونقطة تحدد الزاوية الخلفية للناتئ الأخرمي، ونقطة أوسط القسم المتوسط من الحافة السفلية للناتئ الأخرمي للأكروميوم، إضافة بنرسم دائرة لهيومرال هيد ومنحدد مركزها. فهون بيعطيني عدة احتمالات بين هالنقط A, B, C والO. فإذا كان A النقطة C موجودة على الخط ما بين الـ A والـ B معناته هو نحن تايب A تايب 1. إذا كانت المسافة ما بين المركز والـ OA والـ OC متساوية معناته نحن تايب 2، وإذا كانت ما بين الـ OA يعني المسافة هنا أقل من المسافة هنا معناته نحن تايب 3 أو هوك لايك. إضافة لهالشيء في عنا دراسة للمورفولوجي تبع الأكروميوم بعدة صور شعاعية، وهون في عندي عدة بارامترز ناخدهم واحدة واحدة.
أول شيء الأكروميال سلوب اللي حدده كمان درسها بيجلياني على الثوراسيك أوتلت فيو، بنشوف نرسم خطين من المركز ما بين الحافة الأمامية والمركز والمركز والحافة الخلفية، عندنا خطين متقاطعين، بهالخطين المتقاطعين الزاوية بيناتهم هي اللي تحدد الأكروميال سلوب واللي عادة بتكون بين 23 46 درجة. الأكروميال تيلت أو الميلان الأخرامي كمان بيتحدد عن طريق رسم خطين، خط بيمتد من الحافة الأمامية السفلية الحافة الخلفية السفلية اللي تحدد انحدار الأكروميوم، وما بين الكوراكويد والحافة الخلفية. هالزاوية عادة كل ما كانت صغيرة كل ما كان في impingement أكثر، يعني كل ما كان ميلان أو ميلان أو التلت تبع الأكروميوم مائل بحيث يضغط على الأوتار بشكل أكبر. اللاترال أكروميال أنجل كمان من الزوايا المهمة اللي درسها وحددها بانس إيال بال95، واللي منحدد عن طريق أول شيء الخط الذي يوازي الحافة السفلية للأكروميوم، والخط الذي يمتد من الزاوية العلوية للزاوية السفلية للجلينويد بيعطيني هذا الخط، هو محور الجلينويد سيرفيس. هالزاوية عادة بتكون أقل، إذا كانت أقل من 70 معناتها هون في عندي انحدار كبير بالأكرومين وبتترافق مع الروتيتر كف تيرز. وعلى الصورة الأمامية الخلفية كذلك الأمر، فينا ندرس الأكروميال إندكس كمان اللي درسه نيفلر بال2006، وبتحدد كمان الخط اللي هو محور أو مستوى الجوف العنابي مع الحافة البعيدة للأكروميوم مع نفس الخط الى الحافه البعيده للجريتر توبيروستي. هلا النسبه جي الجلينويد على الاي الاكروميوم على جي على الاتش هذا عاده بتكون 0.66، وازدياد هذه النسبه مع تزداد هذه النسبه مع زياده الجي اي هون بهالمكان. فلما بتصير الاخرمي متمادي للناحية الوحشية بشكل كبير معناتها هون كمان بيزداد عندي الاندكس وبيزداد عندي الامبنجمنت. الكريتيكال شولدر انجل وهي كمان من الزوايا المهمة جدا في دراسة الأخرمي، واللي بتندرس عن طريق محور يوازي مستوي الجلينويد ومن الحافة السفلية الجلينويد إلى الحافة الوحشية للأكروميوم، وعادة تكون زاوية بين 30 و35 درجة. هلأ ليش مهمة هالزاوية؟ لأنه هالزاوية هي اللي بتحدد زاوية عمل الدلتويد والروتيتر كف. فإذا كانت هذه الزاوية أقل من 30 بتكون قوة محصلة القوى تبع الروتيتر كف والدلتويد تتجه لضغط الرأس العضد على الجلينويد، وبالتالي تحرض إلى تطور أوستيوأرترايتس بالجلينويد. وإذا كانت الزاوية أكثر من 35 معناتها محصلة القوى أكثر عمودية، وبالتالي هي تترافق أكثر مع روتيتر كف تيرز، وبالتالي تؤدي إلى صعود رأس العضد للأعلى وحدوث تغيرات تنكسية degenerative changes بالسوبراسبيناتس تندن. لهيك الكريتيكال شولدر انجل كتير مهمه في عمل ووظيفه الروتيتر كف والدلتويد. هلا شو العلاج؟ بشكل عام علاج الافه البنجمنت سندروم يعتمد بالدرجه الاولى على كونزرفيتيف تريتمنت اللي لازم يستمر لمده 3 الى 6 اشهر، وعاده بنستعمل فيه انسيدز مع سباكروميل مع الاكروميك كلافيكول جوينت انجكشن، يعني بنحقن كورتيزون بالسباكروميل سبيس وبالاكروميو كلافيكول جوينت، إضافة للفيزيوثيرابي المهمة لتقوية العضلات وتحسين مجال الحركة، وإضافة لتعديل النشاط الفيزيائي لدى المريض. هلأ السؤال المهم اللي لازم ينطرح، هل كل حالات الإمبينجمنت سباكروميال إمبينجمنت هل هي كلها بحاجة إلى جراحة أو سباكروميال ديكومبريشن؟ الجواب لا، لأنه في عندي عمليا نوعين two types of impingement، يا بيكون primary أو secondary. Secondary impingement عادة بيكون لما بيكون في عندي عوامل تؤدي إلى تغير في حركة رأس العضل، تعمل shifting للهيومرال هيب للأعلى أو للأمام أو للخلف، وهي سواء tendon degeneration اللي بيصير بالروتيتر كاف أو anterior glenohumeral instability، يعني لما بيكون في عندي عدم ثباتية أمامية
في المفصل العضدي العنابي، او في حالات الانكماش المحفظه الخلفيه posterior inferior capsular contracture، هذا اللي يؤدي الى انزياح امامي لراس العضد بشكل اكبر والى صعود راس العضد للاعلى نتيجه اضطراب توازن العضلات، وهذا يؤدي الى سباكرومال امبينجمنت وبالتالي يؤدي الى روتاتور كاف تيرز على الارتيكولر سايد والانترا تندنس. هاي نقطة مهمة. الاكسترينسيك والبرايمري اكسترينسيك امبينجمنت هون بصير في عندي هالتغيرات او اسباب السنوية اللي هي خارج المفصل ممكن تؤدي الى تغيرات دائمة، تؤدي لتطور مثلا تراكشن سبير او المنقار او التكلس اللي بصير بالكوراكو اكروميال نيجمنت، هذا اللي حكينا عنه الكوراكو اكروميال بروتيبرنس، او بيكون في عندي الاكروميوم تايب 3، يعني في عندي هون تغيرات تشريحيه بتصغر السب اكروميال سبيس اللي بيمر فيها السوبراسبيناتوس بصوره اساسيه، وبالتالي بيصير في عندي امبينجمنت وذ ار اليفيشن عند رفع الطرف وتؤدي الى حدوث تمزقات وتريه على الروتيتور كاف بالبورسال سايد على الوجه العلوي للروتيتور كاف. هلا لازم ننتبه وما ننسى انه في عندي حالات من الـ posterior superior internal impingement، في الحالات اللي بيكون في عندي المريض بالـ extreme external rotation أو maximal external rotation بصير في ارتطام خلفي علوي، كمان هذا مختلف تماما عن الارتطامات الـ subacromial space، في عندي anterior subcoracoid impingement بالـ subscapularis في حالات التقريب والتدوير الداخلي، كمان هون بدنا ننتبه لهذا الارتطام. هلا ايمتى لازم نعمل الجراحة؟ هون في عندي قاعدة مهمة، دائما لما بيكون في عندي بيكون في عندي changes بالأكروميون أو بالسبأكروميال سبيس، أي تغيرات تشريحية بالأخرمي أو بالمسافة تحت الأخرمية تؤدي إلى ارتطام، هون ممكن نلجأ للسبأكروميال ديكومبريشن. لكن في حالات الثانية، في حالات الثانوية بنعمل علاج للأسباب الثانوية سواء rehabilitation أو stretching. في حالات لما بيكون في عندي posterior superior internal impingement في حالات الارتطام الخلفي أو subacromial subcoracoid impingement كتير مهم نعالج السبب اللي يؤدي لهذا الارتطام. وفي حال كانت المشكلة فقط بالacromioclavicular joint، هي نقطة، وماسيف روتيتر كافتير وعندي arthritis مهمة، glenohumeral arthritis مهم، أو كان مريض شاب، وهي نقطة مهمة لأنه كتير عم نشوف استطبابات جائرة هون، مريض شاب وعنده secondary impingement، هون لازم نلجأ ما نعمل decompression. هلا اكروميبلاستي هل هو ضروري دوما مع روتيتر كافتيرز؟ هذا موضوع كونتروفيرسل صراحة، شافوا انه في حال ازالة الامبينجينج بون الاجزاء العظمية اللي تعمل امبينجمنت بيحسن الدوران الداخلي وبيحسن خاصة في حالة التبعيد في وضعية التبعيد 90 درجة، وفي حال كانت كريتيكال شولدر انجل كبيرة معناتها عندي الأكروميون وسيع أو عريض، هون ممكن يأهب لريتير لعودة التمزقات الوترية بالروتيتر كاف، لهيك استئصال جزء من القسم الخارجي الوحشي للأكروميون ممكن يخفف هاي نسبة النكس. والأكروميال الأثروسكوبيك سباكروميال ديكومبريشن ممكن يحسن the quality of life ويخفف من re-tear أو re-operation rate، يعني بيخفف من نكس التمزقات الوترية، فهون بيميل كثير من الجراحين لإجراء subacromial decompression مع rotator cuff repair. هلأ في عندي بعض النقط التقنية اللي مهم نعرفها. هلأ الهدف العلاج بالarthroscopic subacromial decompression هو تحويل الشكل المرضي لsubacromial الكوراكوacromial arc الكوراكويد والكوراكوأكروميال ليجمنت إلى فيزيولوجيكال أرت، وبالتالي بيخفف الارتطام الوتري خلال مروره تحت الناتئ الأخرمي. الاستئصال قد ايه بدنا نستأصل؟ شو هو الجايدز؟ فإذا كان عندي هون أكروميال فلات تايب 2 أو كان رقيق، هون لازم يكون ليميتد أنتيريور ريسكشن فقط، يعني من خلال مدخل الوحشة، ومن هون عن طريق إزالة مليمترات قليلة من الوجه السفلي للأكروميوم مع الأجزاء الأوستيوفايتس الموجودة.
ولكن إذا كان الأكروم سميك سخين وفي عند خاصة إذا كان هوك لايك ممكن نعتمد على الكاتينج بلوك تكنيك، بيصير السطح السفلي لا الناتئ الأخرمي هو الجايد اللي بيخلينا نعرف كمية الاستئصال من الناحية الأمامية. فبنرسم الخطين من الزروة إلى الحافة الخلفية، فهالزاوية هي الزاوية الزائدة وبالتالي هي اللي بيتم استئصالها مثل ما شايفين هون بالصورة. من اختلاطات الأرثروسكوبيك سب أكروميال ديكومبريشن بيكون في عندي inadequate resection، الاستئصال غير كافي طبعا، أو الأوفر ريسكشن هذا ممكن يؤدي إلى ذيب الدلتويد انسيرشن، ويؤدي كمان في بعض الأحيان خلال العلاج إلى أذية في الروتيتر كاف. ممكن يصير في عندي نزوف نتيجة التروية الدموية الغزيرة للروتيتر كاف للدلتويد، إضافة ممكن يؤدي إلى اضطراب في ثباتية بسيطة destabilization of the glenohumeral joint. البروتوكول الـ post-operative rehabilitation كتير مهم، ما في داعي للتثبيت الدائم أبدا، تعليق على وشاح خفيف مع بداية الحركة بشكل باكر بعد الجراحة. Pendulum exercises تاني يوم مبلش فيها، و range of motion exercises مبلشها خلال الأسبوع الأول، إضافة اللايت ديوتي أو العمل المجهد الخفيف خلال أسبوعين، والأعمال المجهدة خلال 6 إلى 12 أسبوع حتى 3 شهور. آخر كلمة اللي نستشهد بكلام لادرمان بال 2020 حول سباكروميل ديكومبريشن، انه السباكروميل الامبنجمنت هو ظاهره معقده ومركبه من اكثر من عنصر، وبالتالي كل حاله تدرس لوحدها لمعرفه الاسباب التي تؤدي لهذا الارتطام ولعلاج هذه الاسباب. والموضوع هو عباره عن اعراض وليس فقط استئصال كميه من النسيج العظمي او جزء من النسيج العظمي. فهذا الموضوع مهم، بتمنى تكونوا حصلتوا على الفائده المرجوه، وان شاء الله نلتقي بمحاضرات اخرى.